ملك من ملوك الدنيا، كان له وزير، وكان هذا الوزير قلبه معلق بالمولى عز وجل. صلى على الحبيب، قلبه كان معلق بالمولى عز وجل جدا جدا يعني. فقال عندما يحدث أي شيء يقول هذا الوزير عله خير، ممكن يكون خير، الله أعلم، الله أعلم بالخير، عله خير. كل ما يحدث أي حاجة يقول عله خير. ففي يوم من الأيام كان الملك يستخدمه منشارا، كان بيقطع شوية حاجات، وهو جاي يقطع كان خشب، وهو جاي يقطعه فالمنشار نزل على صبر فقطع له عقلة أو أنملة من أصابعه، الدم ينزف. فقال هذا الوزير عله خير، فاشتاط هذا الملك غضبا، وما الخير في ذلك؟ دمي يراق أمام عينه وتقول بأنه خير، وما الخير في ذلك؟ فأمر الملك بحبس هذا الوزير وعزله من منصبه. كان هذا الملك وهذا الوزير يوميا يذهبون إلى حدائق ليصطادوا. طبعا لما عزلوا وحبسوا بعد كده الملك هيذهب لوحده وهيمشي لوحده ماشي. ففي ليلة تلو ليلة ذهب هذا الملك في هذه الحدائق ليصطاد، وجد أناس من عبدة الشياطين، كان فيه أناس من اللي بيعبدوا الشيطان وبيقربوا قربان للشيطان. فنظروا من بعيد إليه فوجدوه رجلا مهندما يلبس أحسن الثياب ورجل ذو وجه جميل، فخطفوه، انقضوا عليه وخطفوه. ماذا أرادوا أن يفعلوا به؟ قالوا نقدمه قربانا لآلهتنا، هنقدمه قربانا، هنقتله، هنذبحه ونقدمه قربانا لآلهتنا. فعندما هموا لكي يقطعوا رقبته قال بعضهم لبعض انتظروا فإن فيه جرحا، فيه جرح، عنده أنملة مقطوعة، ولا نستطيع أن نهل ونقرب لآلهتنا بشرا ناقصا. عرف عندها قيمة الكلمة بتاعت الوزير لما قال له ايه؟ عله خير، أنملة اتقطعت منه تسببت في نجاته من الموت. فذهب هذا الملك مسرعا بعد أن ردت الروح إليه مرة أخرى، ذهب إلى قصره وأمر بخروج الوزير وقال له سلمت، علمت ما معنى كلمتك، علمت ما معنى كلمة عله خير. فقال له ما الذي حدث؟ قص عليه. فتبسم الوزير فقال له تيقنت بها لنفسي، وأنت عندما أمرت بحبسك وعزلك قلت لعله خير، فما الخير لك؟ أنا عرفت الخير بتاعي إن أنا الأنملة اللي اتقطعت دي بكلمتك عرفت إن أنا كنت ممكن أموت، فما الخير لك أنت بعزلك وحبسك؟ فقال له أيها الملك لو كنت معك الآن لكانوا أخذوني مكانك أو بدلا عنك، لو أنا كنت معاك ما كنتش حبستني، كنت أنا هبقى دلوقتي مكانك، لما لقوك أنت ما تنفعش كان هيقتلونني. فهذا رجل كان متيقن تمام اليقين بكلمة عله خير.